بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. اليوم 3/9/2024، نسجل من بغداد. هذا التمرين بدني فني، بس متع اللاعبين شوية خلال التمارين البدنية. أحسن متعة للاعبين هي الكرة والأهداف، وتنتهي بالتصويب. أحسن شيء هذا ما يحب اللاعب، يحب الشوتينج براكتس ويحب اللعب، مختلف أنواع اللعب، يعني يسموها ما يريده هو بالساحة، لأن ذني هن الوظيفتين المهمتين. فمجموعتين، لأن أنا بعد نهاية هاي الفعالية اللي تأتي بعد الإحماء ألعب 10 ضد 10 نوع من أنواع اللعب مباشرة. فأقول إنه المجموعة الأولى باور، نعمل عدة قفزات، ثم ستيبنج على اللادر، ثم مهاجمة الكرة اللي يلعبها 10 إلى اللاعب أخون 2 فيصوب، وعشرة يروح من خلف الهدف خلف مجموعة، واللي صوب 2 يروح على الكرات. هنا نفس الشيء، ركض يسموه رشاقة بين الأقماع، ثم ستيبنج يعني خطو على السلم اللي فوق، ثم مهاجمة الكرة اللي يلعبها 10 الأصفر 2 الأصفر يروح يصوب، بينما 1 أو 2 ما مشكلة، بينما اللاعب 10 يروح خلف المجموعة، يبدلون مراكز. فاللي صوب يصير مجهز، والمجهز يروح يصير ينتظر دوره بتطبيق الفعالية. كل لاعب ينفذ 5 مرات إذا أنت تريد أكثر، هذا طبقا إليك أنت المخرج، وهذا المسرح واللاعبين ممثلين عندك، توكل على الله. خذ بالاعتبار كل شيء يجري بسرعة، والتصويب يجب أن يحاول فيها اللاعب الفينيشينج، أي مو فقط الشوتين. الشوتين قد يشوت من فوق العارضة، قد يشوت من جنب الهدف، قد يشوت بيت حارس المرمى، لا يجب أن، لأن ما في ضغط عليه، فيجب أن يضع الكرة بالهدف. لذلك تعطي حرية للاعبي، شوف، وللاعب المجهز أن يلعب الكرة أمام الهدف، يمكن أن يلعبها على بعد 10 يارد 12 يارد 13 يارد. ما نحتاج إلى تصويب يعرف بالباور، نحتاج إلى تصويب يعرف بالبليسينج، أي أنه اللاعب بعد أن ينتهي على السلالم الأفقي يهاجم الكرة ويضعها بالهدف بطريقة يسموها فنية، بليسينج، بنانا كيك، باص قوي، استخدام الدحرجة وهزيمة حارس المرمى، كل شيء يتم بما يعرف بأهمية أن ننهي الفعالية بوضع الكرة بالهدف. وإذا ما وضعت بالهدف ليس ذلك من مشكلة، لأننا أدينا واجب ما يعرف الأداء البدني. على هذه الشاكلة ضع الأدوات التدريبية لتحقق لك أهدافك البدنية. أنا عندي باور، وعندي سرعة، وعندي ستيبنج، وعندي ركض رشاقة، إذني 4 من المواصفات البدنية اللي أحتاجها في التدريب. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا بإذنه تعالى إلى يوم الدين. شكرا جزيلا.